تونس كما تعرفون حالها جرت فيها انتخابات تشريعية واكتسح فيها الاتجاه الإسلامي الممثل في حزب النهضة، وهذا الحزب له تاريخ كبير لا سيما لرئيسه الغنوشي. وظن الناس أن الإسلاميين عندما يتملكوا أزمة الأمر في تونس ستقام الشريعة ويكون الحكم لله عز وجل وتعود تونس إلى سالف عهدها من إقرار الإسلام وتطبيق أحكامه. كانت المفاجأة أنهم أعلنوا أنهم سيتبنون التجربة التركية ويجعلونها رائدة لهم، فتبنوا الخط الإسلامي العلماني الديمقراطي، يعني الآن في تونس إسلامية علمانية ديمقراطية، وقالوا بأنهم سيقيمون حكومة مدنية تراعي حقوق الأقليات، لإشارة إلى الأمازيغ أو البربر، وسيقومون بالمساواة بين الرجال والنساء، وسيعطون حتى لأصحاب الاتجاهات المنحرفة كالمثليين والملحدين كافة حقوقهم. ثم كانت هذه الطمة باختيار رجل يعني له فكر شيوعي علماني، شيوعي علماني، اختاره الاتجاه الإسلامي في تونس كي يكون رئيسا لتونس، فكان هذا الرجل اللي هو منصف المرزوقي. إن إشراك السلفيين في الممارسات السياسية وإنزالهم هذا المستنقع وهذا الوباء يدمر دعوة تدميرا. ليه؟ لأن أنت لو أنكرت هيقول لك تنكر، اللي مش عاوزين إسلام أهو الإسلام أهو، مش أنتوا بتقولوا الإسلام سبناكم ومسكتوا البلد، أنتوا عاوزين أكثر من كده؟ لو قلت ده مش هو الإسلام الذي أتى به محمد، إيه اللي هيحصل؟ سيكون هناك الانقسام في الصف الإسلامي كما هو موجود الآن. فهذه الانتخابات وإنشاء الأحزاب السلفية السياسية أدت إلى انقسام الناس انقساما شديدا وتغير النفوس وضياع المنهج الدعوي الرصين. من أعظم البلاوي إن احنا أتينا بمنصف المرزوقي في تونس، وعندنا في مصر الإجماع، إجماع الحزب الديمقراطي السلفي والحزب الديمقراطي الإخواني ألا يأتوا بمرشح إسلامي واضح المعالم، وهم يريدون مرشحا توافقيا. توافقيا يعني ايه كلمة توافقيا؟ توافقيا أي ترضى عليه أمريكا وإسرائيل وإيران والصوفية والعلمانيين، وبعدين أنتم ترضوا ما ترضوش اخبط موقف الحيط. يعني أهم حاجة أمريكا وإسرائيل وإيران والصوفية والعلمانيين دي، وبعدين بعد كده الأقباط. يعني الست طوائف دي لابد إن هي توافق على رئيس الجمهورية في مصر، بعد كده حضرتك توافق ما توافقش مش مشكلة. إذا سيتم اختيار رئيس الجمهورية وفقا لهذا المعيار، من ذلك الشخص الذي تتوافق عليه القوى المتنافرة؟ من هو ده بقى؟ يطلع هو مين؟ وبالتالي الإخوان قالوا مش هينفع نرشح أي واحد من طرفنا، وأي واحد من طرفنا هيترشح هنفصله من الجماعة. موقف واضح، موقف واضح. يبقى بقى الحزب الديمقراطي السلفي قاعدين بقى الآن في مفاوضات، وقاعدين يفكروا يعملوا لهم إيه، ده مصيبة إيه، الشيخ حازم إسماعيل ده عمل لنا مصيبة في حياتنا، طب ما نحاول نخليه يبعد عن القصة دي، لأن لو بعد عن القصة دي يبقى وفر علينا المشاكل. والرجل قال انا مش هسيب الموضوع دهوت لان ده حق وده الى غير ذلك. هل يهمنا في هذا المقام سريعا عشان
نشوف هنعمل ايه في اللقاء بتاع بكرة، نشوف ماذا قال رئيس تونس الذي اتى به الاسلاميون. نسمع الى كلامه. وريهم بس الصورة ده عشان يقول له عشان ده واحد مش هو. ان هذه المعترك حتى لا توظف من هنا او من هناك، وان الزياره الغيت أيوة. الى يعني اجلت الى بعد الانتخابات ان شاء الله ستقع في شهر جون. الاسلاميون الصاعدون في اكثر من مكان في المغرب العربي وحتى في اماكن اخرى ربما، ماذا ترى انت في صعود الاسلاميين وكيف ترى تدبير العلاقه معهم؟ وهل ما زلت علمانيا يجيد علاقته وتدبير علاقته مع الاسلاميين؟ طبعا انا ما زلت على رايي ان استمد افكاري ومن خلفيتي المرجعيه بالاساس من الديمقراطيه وحقوق الانسان. اعتبر مثل ما قلت دائما وابدا ان خلافا للشعار المرفوع الاسلام هو الحل، يعني الاسلام السياسي، وانا اعتبر ان الاسلام السياسي ليس الحل. ما نشاهده الان هو نصر للديمقراطيه اكثر مما هو نصر للاسلاميه، لانه ما الذي حصل؟ الذي حصل هو ان الديمقراطيه استوعبت جزءا كبيرا من الاسلاميه، لكن هل استوعبوا هم الديمقراطيه؟ هذا السؤال هذا السؤال سيحمل في شيء فات هو الديمقراطيه، كنا نقول هي التي انتصرت لان استوعبت جزءا كبيرا من الاسلاميين. هناك طيف من الاسلاميين، هذا الطيف يمتد من اردوغان الى طالبان. نعم. وهذا الطيف فيه جزء لا بأس به من الإسلاميين الذين قبلوا بلعبة الديمقراطية والذين خرطوا فيها والذين يعلمون أن الديمقراطية ربما هي الوسيلة للوصول إلى السلطة. وفي هذا مثل ما قلت لك هناك نصر للديمقراطية، نحن من انتصرنا على الفكر السلفي أو الفكر الجهادي بما أننا أخذنا جزء لا بأس به من الطيف الإسلامي ليصبح جزءا من الديمقراطية. لنكون واقعيين أيضا، حلفائك في الحكم النهضة في شق واسع منهم من يسمون بصقور النهضة، شورو لا نكشف سرا قيادي سابق في النهضة يطالب في ما رأيكم في هذا؟ يعني كلام واضح أن الذي يحدث هذا انتصار للديمقراطية على ماذا؟ على سلفية، على سلفية. سبحان الله، مسألة إنشاء حزب سياسي والانتخابات والبرلمان ده يعتبر انتصار لمين؟ لديمقراطية. مش ان احنا بقى هنجيب الشريعة ونطبق الشريعة لا 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 لا. هو مين اللي فرضها يا شيخ؟ نعم. مين اللي فرضها؟ اللي هو المنصف الذي اتى به الاسلاميون. طب يعني هم الاسلاميون ليه عملوا كده؟ عاوزين يعملوا الكلام ده بحيث يبقى برضك رئيس توافقي ترضى عليه فرنسا. مش اسلامي انت. ما احنا طب ما احنا عندنا في مصر هنا مش عاوزين اسلام اهو. الله المستعان يا سيد المستعان. احنا دايما بنقول ان المنهج السلفي هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نريد ان نترك هذا المنهج. لنترك هذا المنهج ونحن نتبع طريق الافرنج اليهود والنصارى هذا سيؤدي الى تفجع الطريق ويؤدي الى تشقق المسلمين وحصول النكبة باصحاب الاتجاه السلفي، مما يؤدي الى انتصار ماذا؟ الديمقراطية. وهذا هو ما صرح به بعض عقلائهم. وانظر إلى كلام رجل بيقول أنا لم أترك مرجعياتي. انظر، يعني تجد العلمانيين في بلدنا ما سابوش أفكاره، ولا النصارى سابوا أفكاره، مين الطائفة الوحيدة؟ ولا الإخوان سابوا أفكارهم. الإخوان معروف في طريقته مش كده؟ بقالهم 50 سنة بيجاهدوا في المسألة دي. مين الطائفة الوحيدة اللي سابت فكرها وانخرطت في المسألة دي؟ طب واستفادوا ايه؟ ما الذي استفادوه؟ اللهم استعان.